هذا صراحة عجبتني. الدولمة والقيمات والبامية تشبه المعكرونة طعمها يعني. أجرب عادي وأنا أمشي. مسقوف اللي هو السمك المشوي شغلات يعني. أكيد الدولمة حين بجربها. عيش أبيض مع فوق لوبا. كباب عراقي. الكباب العراقي. إنه طعم محاشي. مشهور بالكباب. سووا لايك وكومنت. لو إيشو؟ الاصطلاب. الاصطرلاب. أصلي عليك أبا الفرقدين عراق علي عراق الحسين. أهلا وسهلا وياكم عبد الرحيم في حلقة جديدة من برنامج الاصطرلاب. حلقتنا اليوم الرمضانية تتحدث عن بلد من أفضل البلدان وأحلى البلدان على قلبي وعلى قلب جميع البحرينيين وهي العراق. اليوم خلنا نشوف الناس يعرفون الأكلات العراقية وخصوصا أكلة الدولمة أو لا. أكلة الدولمة يا شباب تعرفونها جمهور، وإذا تعرفونها كتبوا في الكومنت تحت وإيش هي أكلة الدولمة. أبو علي تعرف أكلات عراقية أو شيء؟ تقريبا سمعت عن السمن التبمن كأنه من هالنوع، بس ما لي خبرة واجد في الأكلات العراقية. كلش ما عندك خبرة. إنزين، إحنا عندنا أكلة اسمها الدولمة. خلنا نشوفك أبو علي، وإيش رأيك فيها وتعجبك أو لا؟ خذ لك منها شوي. على خير. وإيش رأيك فيها أبو علي؟ والله صراحة عجبتني. عجبتك من وش قولك تتكون يعني؟ من رز وفلفل البارد الكبير وبعض الابهارات. هذه الطبخة أبو علي عند العراقيين نفس يقولون شرائيسي، عندهم في رمضان كل العراقيين ينزلونها شرائيسي، وطبخة نفس عندنا يقولون المحاشي، فهذه نفس الشيء. أبو علي مشكور وما قصرت. اسمك بالخير. رضا محمد. حبيبي رضا محمد. رضا محمد تعرف أكلات عراقية شيء؟ ايه. مثل وش؟ الدولمة والقيمات والبامية. ايه بعد اسأل الوالدة يمكن تعرف شيء. صالونة البنزان والبامية. اها انزين، الدولمة ضقتها من قبل؟ ايه. تشيك بعد ضوقها وعطنا رايك من عندنا. كل شيء حلوة تعجب. ايه. وايش فيه مكوناتها؟ عيش وورق. ورق. ايه. وبعد تعرف عن هالشيء؟ لا. نشوف طبعا الجمهور تعرفون وايش مكونات الدولمة، انتم قول لنا وخبرونا في الكومنت وفي التعليقات شباب. يعطيكم العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك بالخير. اسمي فاضل عباس. حبيبي يا ابو عباس. ابو عباس عندك فكرة عن الاكلات العراقية؟ لا والله. كلش ولا اكلة؟ والله روحت العراق 2016 صراحة يعني. يعني كلش ولا سمعت مني منك من البيت شي طبخة عراقية؟ لا والله البيت كلهم ما حروح العراق صراحة. انزين ابو عباس عندنا طبخة اسمها الدولمة. انزين نبى ناخذ رايك فيها وتضوقها وقول لنا وش مكوناتها. المكونات شوي صعبة يعني، اقول لك مكونات انا ما ادري عنها شوي صعبة يعني. انت شايك خذ لك انت بس على قولتهم شفقة. حم بجري انا لو باكل يا لقمة. ناكله على الله، الله يستر. يا شنو انا اول مرة اكل كذي يعني بصل. حلوة يعني. الحكي انت تقول حلوة، الحكي انا اللي باكلها. وايش ابو عباس عطنا رايك؟ معكرونة يعني تشبه المعكرونة طعمها يعني. طعمها يشبه المعكرونة، تشبه وايش الاكلة بالبحريني؟ هذه الدولمة. هذا اللي قلت لك نفس المعكرونة يعني بشاميل كذي يعني. يعني الطعم نفس الشيء. مشكور ابو عباس ويعطيك العافية ما قصرت حبيبي، الله يحييك. اسمك بالخير حبيبي. محمد الملة. حبيبي يا الملة، الملة عندك فكرة عن الاكلات العراقية؟ شوي يعني. مثل وايش؟ دولمة تشريبة. الدولمة من وش تتكون تعرف؟ دولمة اعتقد يسوونها من الخضروات، الكوسة وال يعني الفلفل بارد. جربتها من قبل؟ اكلتها هناك. بنشوف عندنا حلوة او لا، من عندنا جربها. اجرب عادي وانا امشي. خذ لك على قولتهم لقمة. لقمة اي هادي نفس الشيء، نفس ما احنا نسويه نسمون عندنا المحشي يسوون. ايه له المحاشي، نفس المحاشي عندنا هني في البحرين. المحاشي من وش تكون عندنا في البحرين؟
هاي نفس العملية، كوسة بيت بادنجان وفلفل بارد والرز والسوالف. الرز تقصد يعني الخلطة اللي داخل الرز طبعا واللاده أزيد شيء ناس يكثرون فيها الاسبنت والشغلات. الاسبنت ناس يعني بالرغبات على حسب رغبة الواحد. مشكور حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك بالخير حجي؟ حسين جاسم خليل. حسين جاسم خليل أبوه حبيبي. أبو أحمد. أبو أحمد عندك فكرة عن الأكلات العراقية؟ فكرة عن الأكلات العراقية لا. كلش ما عندها كذا مسقوف اللي هو السمك المشوي شغلات يعني. بس هذا المسقوف من وش المسقوف يتكون هاي السمك المشوي؟ أنا أول مرة أسمع من عندك طبعا. مسقوف يبان لي اللي هو نوع البلطي يعني هالشكل. هما يشقونه يملحونه وشونه شواي يعني. يسوونه. أيوه. إنزين عندنا إحنا أكلة عراقية وسمها الدولمة. سمعت بها قبل؟ سمعت عن الدولمة يعني. ما سمعت من وش تتكون أو شيء؟ لا. إنزين شيك عندنا وش من وش تتكون الدولمة؟ ضوق لك شوي لقمة. تتكونها في لحم. في كوسة. في هذا الورق عنب هاي. الورق عنب وبعد يعني هذا. شيء قبوقه. أكيد. كمل مشي. عجل مشكور رحم الله والديك ما قصرت الغالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك بالخير. ياسر محمد. حبيبي ياسر محمد تعرف أكلات عراقية؟ الدولمة والكوسة. وش تعرف عن الدولمة؟ أكيد الدولمة حين بجربها. يلا خذ لك كذي لقمة على قولك. وش رأيك فيها يا ياسر؟ قوية الصراحة. شغل ترتيب. عدل. إلا هو تتكون من العيش والسوالف وهالأمور. مشكور ما قصرت ياسر ويعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك بالخير؟ جعفر مهدي. حبيبي يا جعفر مهدي أبوه؟ أبو مرتضى. أبو مرتضى تعرف الأكلات العراقية؟ لا والله. أبو هاشم أكلات عراقية؟ يعني بعضها. مثل وإيش؟ مثل اللي هو عيش أبيض مع فوق لوبة ما شلون نفس تشريبة. الفاصولية تشريبة ما يسمونها. يعني هيكي إحنا عدنا هنا أبو هاشم وأبو صارق عدنا اللي هو الدولمة تعرفونها أو لا؟ سمعت عنها الدولمة. ضقتها من قبل؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف عن الأكلات العراقية؟ لا. يعني أساميها شيء؟ لا والله ما أعرف الأكلات العراقية. ولا أكلة؟ ولا أكلة. في عندهم كباب عراقي. الكباب العراقي. إيه. من وش الكباب العراقي؟ من وش يعني هم مشتهرين العراقيين صح بالكباب المشوي. من وش يعني وش بالذات بالكباب العراقي؟ يعني اكو لحم عربي ويسوونه بطريقتهم يعني الطريقه العراقيه. الطريقه العراقيه. انزين عندنا احنا اكله هني عراقيه وازج ياكلونه في رمضان عندهم. تعرف ايش شافنا من قبل؟ هاي كنا محشي يعني. ايه محاشي بالبحرين. المحاشي في بعد شيء اسم لها بالعراقي والله ما ادري وش يسمونه بالعراقي. اللي هي الدولمه العراقيه ضوقتها من قبل؟ لا لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك بالخير؟ محمد منصور. حبيبي أبو منصور. أبو منصور تعرف الأكلات العراقية؟ العراقية مشهورة بالكباب. بالكباب العراقي. كباب. ليش اشتهروا العراق بالكباب؟ والله ما أدري بهم والله هوايتهم الكباب العراقي لو. يعني بس إنهم اشتهروا به. إنزين في عندهم أكلة في العراق اسمها الدولمة تعرفها؟ دول لا والله ما أعرفها. حكي عندنا جربها وعطنا رأيك فيها. على قولتهم لقمة. لقمة يلا. أي واحدة الدول. هي كامل هي طبقة واحدة. أوكي يلا بناكل. وإيش رأيك فيها؟ والله طيبة. تشبه عندنا أكلة في البحرين شيء. هذا المحاشي. المحاشي. عندنا المحاشي يسمونها. المحاشي اللي عندنا، من وش تكون عندنا المحاشي في البحرين؟ محاشي هاي كل الاكلات هذه ما اكلها. ما ياكل البيت ياكلونها العائله بس ان انا ما اكلها. على قولتهم بعد عن الشر غنيله. اي والله كله دهون هالسوالف يعني شوي بهالعمر يعني نتحدر. مشكور يعني. مشكور يعطيك العافيه الغالي الله يسلمك. تعرف اكلات عراقيه؟ اكلات عراقيه؟ لا والله ما اعرف. ولا اكله. طبعا احنا عندنا اكله الدولمه سمعت بها قبل؟ لا والله توك من عندنا. انزين جربها وعطنا رايك فيها اكلة الدولمة. لقمة على قولتهم. هادي؟ ايه. وايش رايك فيها؟
احنا طعم محاشي. نفس المحاشي عندنا في البحرين بس هم يسمونها الدولمة وعلى طول يحطونها في رمضان. مشكور، يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك حبيبي. الله يسلمك. الله يحييك.